قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي. في حكم غير نهائي سيعرض في دوائر النقد، أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي هو و105 آخرين إلى المفتي، من بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع الذي امتثل في القفص مرتديا بدلة حمراء في حكم سابق. كذلك تم إحالة أوراق كل من محمد البلتاجي، خيرة الشاطر، سعد الكتتني، بالإضافة إلى الداعية يوسف القرضاوي الذي حكم عليه اليوم غيابيا في قضية عرفت إعلاميا بالتخابر واقتحام السجون. دائما في أحكام الصادرة بالإعدام بيكون فرصة المتهمين واسعة، المحكمة بتتوسع في قبول الطعون لإعطاء فرصة للمتهم ليدافع عن نفسه مرة أخرى. هذه القضية تأتي في أحداث اقتحام جماعة الإخوان المسلمين للسجون المصرية في محافظات عدة خلال ثورة 25 من يناير لتهريب القيادات الإخوانية التي تم القبض عليها قبل ثورة يناير بأيام قليلة بتهمة التخابر مع أمريكا، بالإضافة إلى إحالة أوراق أكثر من 70 فلسطينيا من حماس إلى المفتي والذين هم هاربون خارج البلاد. تأتي أحداث هذه القضية عندما كان محمد مرسي مسجونا في سجن وادي النطرون وتم إخراجه بعد اقتحام السجن ببلدوزر وقتل مدير السجن وعدد من الضباط. رأي المفتي في هذه القضية هو رأي استشاري، إلا أن 2 يونيو هو جلسة تحديد النطق النهائي بالحكم. يأتي الحكم بالإعدام على محمد مرسي بعد أيام قليلة بالحكم عليه بالسجن المشدد 20 سنة في أحداث الاتحادية التي حدثت أمام القصر الجمهوري وراح ضحيتها عدد من النشطاء والصحفيين. فيما يتعلق بالمتهمين الغائبين فكلها أحكام غيابية يحق لهم أن يطعنوا عليها عن طريق إعادة الإجراءات، أما من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام وكانوا حاضرين في قفص الاتهام سوف يحق لهم الطعن بالنقد. أرسلت اليوم بدل حمراء إلى وزارة الداخلية في رسالة منك، ما هي هذه الرسالة؟ يعني لماذا بدل حمراء وحضرتك مقتنع بأن القضية ستنظر مرة أخرى أمام دوائر النقد؟ فور صدور حكم طبعا أتذكر بإعدام محمد بديع قال لوسائل الإعلام إن هذا الحكم هو يوم عرسي، فأنا كنت أصدرت له أول بدلة إعدام حمراء هدية له وذكرت في إنذاري أن يعلموه إن هذه البدلة هي هدية مني لا باعتباره عريس في يوم عرسه كما قال هو يوم إعدامه. وحين صدر الحكم على محمد مرسي ب20 سنة حبس أرسلت له طبعا بدلة زرقاء عشان ما يزعلش ما يقولش يعني أنا أرسلت البديع وما أرسلتش لي هو، فأنا برضو بعت له البدلة الزرقاء. لما صدر الحكم بالإعدام النهاردة فأنا أرسلت 6 بدل وكانت الغرض منها لقيادات الإخوان باعتبارهم هم اللي بيمثلوا باقي المحكوم ضدهم بالإعدام. أحكام بالإعدام على قيادات الجماعة وسط عدم رضا من قبل الشعب المصري في أمور حياته اليومية عن أداء الرئيس السيسي والحكومة المصرية والتي يستغلها الإخوان في الدعاية ضد السيسي ونظامه. هدوء في محيط المحكمة اليوم وهدوء نسبي في الشارع المصري خرقه تفجير لسيارة تقل 3 قضاة في محافظة العريش، إلا أن التوقعات تقول بأن الجماعة ستزيد من وتيرة العنف في الأيام القادمة. منعش ماوي الجديد من القاهرة.